هذا مو أداء تشريعي، هذا مو أداء رقابي، هذا أداء كتل سياسية في مجلس النواب. تحت مرر لي هذا القانون راح أمرر لك هذا القانون بما يخدم جمهورهم. أستاذ عماد، نعم، ودائما هذه احنا ليش نقول قوانين جدلية؟ مو كل القوانين تحظى بإجماع. خليني أضرب لك مثال، هسه مو قانون، قرار بعد استهداف الشهيد سليماني والشهيد قاسم سليماني، تم عقد جلسة داخل مجلس النواب من أجل قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق. لم يحضر الأخوة السنة ولم يحضر الأخوة الكرد في قرار مصيري مثل هكذا، ما حضروا، لديهم وجهة نظر بهذه. كيف إذا كانت بقية القوانين قوانين قانون الأحوال الشخصية، وين وجهة نظر هسه السنة والأكراد؟ القانون خاص بالشيعة، ليش لازم يمرر ولازم يمرر بالمقابل قانون العفو؟ لأنه يحتاجون النصاب داخل مجلس النواب. فقط النصاب؟ طبعا. هسه بغض النظر عن بعض الشخصيات، ممكن شخصيتين داخل المكون السني أو شخصيتين من قبل الأخوة الأكراد لديهم اعتراضات على تعديل قانون الأحوال الشخصية، لكنه ما يحتاجون نصاب. قانون العفو فيه ثغرات كثيرة وكبيرة ممكن مناقشتها، النقاش. أنا أقول ست فرح، هو يعني يفترض أنه ما تكون مقاطعة لجلسات مجلس النواب. أنت جنابك نائب وعندك نقاط مهمة جوهرية تعتقد أنه هذه النقاط لازم ما تنوضع، المفروض تحضر تناقشها. زين ليش ما يحضر؟ ليش يقاطع؟ ما يحضر لأنه أكو قرار كتلة سياسية بمقاطعة الجلسة. إذا النائب رحين الكتلة السياسية. طبعاً رهن الكتلة السياسية توجه النواب بأن تحضر هذه الجلسة أو لا تحضر.